السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم من هو الصحابي الذي قتل 30 شخصا من الكفار ثم استشهد وبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن قبل أن نبدأ، أدعمنا بزر الإعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد من هذه النوعية. ابقوا معنا. هو حمزة ابن عبد المطلب ابن هشام ابن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة رضي الله عنه. هو عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه في الرضاعة، وكذلك فقد أرضعته صوبية مولاة أبي لهب التي أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. وحمزة أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين فقط، وكان من السابقين في أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. أسلم في السنة الثانية من البعثة ونصر الرسول عليه السلام، فقد كان المسلمون قبل إسلامه وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا يجرؤون على الظهور أمام المشركين، ولكن بعدما أسلم حمزة وعمر خرجوا في صفين، صف يقوده عمر وصف يقوده حمزة. وقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين حمزة وزيد بن حارثة حين هاجروا للمدينة، وكان حمزة ممن شهدوا غزوة بدر مع المسلمين وقد أبلى فيها بلاء حسنا، فقد قتل شيبة ابن ربيعة وطعمة ابن عدي، وشارك في قتل عتبة بن ربيعة أيضا. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد له لواء، كان أول لواء يعقد في الإسلام، وخرج بعدها في غزوة أحد إلى أن قتله وحشي في منتصف شهر شوال من السنة الثالثة للبعثة، وهو لم يكمل 60 بعد. لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأسد الله في حياته، وأطلق عليه اسم سيد الشهداء عند استشهاده، وروى عنه أنه قتل في غزوة أحد قرابة 30 شخصا من الكفار. قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب. مر أبو جهل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الصفا يدعو الله عز وجل ويناجيه، فما كان منه إلا أن يذهب إليه كعادته ويسبه ويشتمه بأسوأ الشتائم، فازداد أبو جهل اغترار بنفسه وأفعله حتى حمل حجرا وقذف به رأس الرسول صلى الله عليه وسلم فسال الدم منه. ثم عاد أبي جهل إلى نادي قريش ضاحكا متفاخرا بما صنع برسول الله عليه السلام، وقد رأت إحدى النساء ما حصل بينهما، ثم مضت إلى أن رأت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو عائد من الصيد كعادته، ورغم أنها لم تكن على الإسلام إلا أنها وبتقدير من الله عز وجل قصت ما حدث بين أبي جهل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وحين سمع ما حصل تحركت في نفسه عواطف المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاعر النخوة تجاه المظلوم، ورغم أن حمزة رضي الله عنه وقتها لم يكن على الإسلام إلا أنه اندفع بشكل غريب نحو أبي جهل الذي كان حينها ما يزال جالسا بين سادة قريش وأشرافها عند المسجد الحرام، وعندما وصل إليه وقف أمامه ورفع قوسه دون تردد وضربه على رأسه ضربة قوية فسال دمه أيضا، فكان ذلك قصاصا لما فعله برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه زاد عليه الإهانة له أمام قومه. ومع ذلك لم يكتفي حمزة رضي الله عنه بهذه الضربة، فقال له: أتشتمه وأنا على دينه وأقول ما يقول؟ كان هذا الموقف بالنسبة لحمزة موقفا غريبا، فقد سمع بالإسلام سنوات طويلة إلا أنه لم يدخل به، فكيف لموقف كهذا أن يؤثر به لدرجة أن يدخل في الإسلام؟ وهكذا عاد إلى بيته وهو في صراع مع نفسه، فهو لم يقتنع بالإسلام فعلا بعد. وفي الوقت نفسه فقد قال كلمته أمام الناس بأنه قد دخل في الإسلام، ثم قرر بفطرته السليمة الالتحاق إلى الله تعالى ودعاه بأن يجعل له من أمره خيرا، فقال: اللهم ما صنعت إن كان هذا خيرا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مخرجا مما وقعت فيه. فألهمه الله تعالى أن يذهب إلى رسول الله، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو ويعظه ويذكره ويخوفه حتى انشرح صدره وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة استشهاد حمزة ابن عبد المطلب. كان زعماء قريش في غزوة أحد يهدفون لقتل رجلين اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم وحمزة ابن عبد المطلب،
فأخذوا يتآمرون ويخططون لكيفية قتلهما، حتى إنهم وقبل الانطلاق إلى المعركة كانوا قد اختاروا الشخص الذي كلفوه بقتل حمزة رضي الله عنه، وهو عبد حبشي اسمه وحشي، وقد كان ماهرا في رماية الحربة، ووعدوه بحريته إن هو أنجز هذه المهمة. ثم دفعوه إلى هند بنت عبة لتزيد في تحريضه، فاستمرت لأيام قبل الغزوة تحرض وحشي وتقنعه بمهمة قتل حمزة، ووعدته بمكافأة له، ففرح لذلك وعزم على قتل حمزة. وفي غزوة أحد كان حمزة على عادته من الشجاعة والبسالة يقاتل الرجال فيقتلهم ويضرب عن اليمين والشمال، ووحشي واقف يراقبه من بعيد وينتهز الفرصة المناسبة لقتله، حتى رمى بحربته عليه فمات شهيدا رضي الله عنه، وقد دفنه الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن جحش في قبر واحد. شكرا متابعينا الكرام لمتابعتكم الفيديو، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا منا بكل جديد، ولا تنسوا مشاهدة الفيديوهات السابقة فإنها تحتوي على كثير من العلوم والحقائق. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.